اليوم كنتشرفوا بلقاء يعني جميع الشركاء ديالنا اللي ساهموا معنا باش اننا نوصلوا لهذا الحدث اليوم بعد سنه من افتتاح اول فرع ديالنا. الحمد لله اليوم وصلنا ل 116 فرع على جميع يعني نطاق جغرافي المغربي، من امتدادا من مدينه طنجه الى مدينه الجديده ومدينه سطات والقلب النابض ديال الاقتصاد المغربي اللي هو مدينه الدار البيضاء اللي كنتوفروا فيها على اكثر من 80 متجر. الحمد لله احنا شركه اللي يعني عندها راس مال اجنبي، ولكن جميع يعني الشغيله وجميع يعني الاداره مغربيه 100%. عندنا اليوم راس مال مدفوع ل 150 مليون درهم، وان شاء الله خلال 5 سنوات المقبله غادي يوصل لمليار و600 مليون درهم. وعندنا الطموح ان شاء الله من هنا لنهايه السنه المقبله اننا نوصلوا 300 فرع، ويكون يعني عدد الشغيله اللي عندنا تمر من عدد 950 حاليا الى اكثر من 2200 ان شاء الله السنه المقبله. عندنا كذلك الطموح اننا كنشتغلوا فقط يعني، وهذه داخله في اطار الاستراتيجيه ديالنا، كنشتغلوا فقط مع شركاء محليين. احنا شركه اللي ما كتلجاش نهائيا للاستيراد، يعني باش نخالف الطرق اللي متواجده اليوم على السوق المغربي. واللي كيهمنا اننا على المدىين المتوسط يعني والبعيد يكونوا عندنا شركاء قادرين انهم يزودونا بجميع الاحتياجات ديالنا، الشيء اللي كيخلينا كنساهموا حتى حنايا بطريقه غير مباشره في خلق مناصب شغل اضافيه، وفي نفس الوقت تطوير القوه يعني الصناعيه والاقتصاديه ديال الشركات المغربيه ان شاء الله. حنا بالنسبه لنا نقطه التميز الاولى كتبدا بطريقة تدبير المصاريف ديالنا، يعني أول شيء كنحاولوا أننا نخفضوا التكاليف التشغيلية ديالنا بطريقة أكثر من جميع المنافسين، وزائد أننا كنديروا يعني المشتريات ديالنا كلها كتكون يعني بأرقام كبيرة، يعني بالجملة يعني جميع المشتريات ديالنا كتكون يعني على أقل تقدير كنتكلموا مثلا في 30 طن 50 طن 100 طن من أي منتج. فهذا الشيء كيخلي ان ارقام الشراء ديالنا كتكون دائما يعني اقل من المنافسين ديالنا. وبما ان عندنا يعني بحال كنقولوا مثلا القيمه التشغيليه ديالنا قليله، فكتمكننا اننا نعطيو اسعار قليله للمستهلك، لان احنا يعني هامش الربح ديالنا صغير جدا لانه كنقدروا نغطيو جميع التكاليف ديالنا. بهذه الطريقه اول حاجه بدينا بها، لاننا شركه ناشئه مازال ما معروفينش، باش نتميزوا على المنافسين خصنا نجيبوا الزبائن ديالنا باسعار اقل من الموجوده على جميع يعني السوق المغربي. النقطه الثانيه هي بناء يعني وفاء هاد الزبائن اللي غيديروا فينا الثقه المره الاولى وغادي يجيو عندنا على قبل الاسعار، يفهموا بان عندنا يعني جوده عاليه، بان عندنا منتجات يعني متنوعه. وان شاء الله مع الوقت كما شرحت لكم غادي نحاولوا بالشراكات اللي عندنا مع المنتجين المحليين اننا يكونوا عندنا منتجات مختلفه اللي موجوده فقط في متاجر كازيون. بهذه الطريقه كنبنيو دائما هذه العلاقه المتميزه اللي كتكون عندنا مع الزبائن ديالنا.